اما بالنسبه للاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله فهنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيكون موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان منزلة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق. النهاردة وعلى هامش المؤتمر العالمي المعني بوضع المرأة هتعزف أوركسترا الأمم المتحدة السيمفوني مقطوعة للمؤلفة الموسيقية سعاد بشناق، وبكده تكون سعاد المرأة العربية الوحيدة اللي بتشارك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة في نيويورك. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية الساعة 8 على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية سيد درويش. يقام الحفل بقيادة المايسترو أحمد فرج ومشاركة سولاست الفنان مدحت عبد السلام، وبيتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من مؤلفات الموسيقار العالمي أنطونيو فيفالدي.